يعني لا أذكرها، يعني أنا يعني لما توفى الوالد في حدود 5 سنين كده، يعني خيال. اللي أنا عرفته في الصباح، أمي راحت لجارة أم حسين، قلت لها أم حسين أبو محمد مات. فما أفهم أنا معنى كلمة مات، طبعا عشان يعني إن الناس حتتلم وتتجمع وكذا، فأنا بدي أروح الكتاب. قامت أرسلتني قالت لي روحي عند ماما جواهر وقولي لها إذا جاك العصفور حطيه في القفص. رحت لها قول لها يا ماما جواهر أمي تسلم عليكي وتقول لك إذا جاك العصفور حطيه في القفص. خلاص هي فهمت السيدة الرسالة. لما جاء وقت الظهر والناس البنات يعني قعدوا يروحوا بيوتهم، هم في يعني ناس تقعد تتغدى في الكتاب، اهاليهم اللي مرتاحين كده يجيبوا لهم اكلهم في مطبقيات كده، ويقعدوا يتلموا بنات الكتاب وصغار وكبار والاولاد وكله كده يعني اكل جماعي. فانا مسكوني وقعدت معاهم. واحده من صاحباتي اذكرها مظبوط بس لليوم هذا ما شفتها، هي بس اكبر مني تفهم عن كلمه الموت، لانه كانوا يقولوا لي ابوك راح المدينه. مكتبين ابويا مات، ايوه ابويا مات. فهم ما هم متخيلين واحده تقول ابوها مات وما تبكي. ما اعرف ما معنى موت، لكن انا ولد 3 سنين يعرف اللي يموت ما يرجع، انا ما ادري بس مات. اول احساسي باليتم انه انا كان عندي دراجه في السطوح، كل يوم في العصرية أطلع ألف بيها كم لفة كده وأنزل، تناديني أمي أنزل. جيت فترة من الفترات أبغى أركب الدراجة حقتي ما لقيتها. طبعا هذا اللي يقولوا له موت وخراب ديار، بيوت مفتوحة ومصاريف ورب البيت مات، فمعناته أي حاجة الوالدة بتاخدها بتبيعها عشان تمشي نفسها. يعني دايما رب البيت لما يتوفى يغيب يصير أي حاجة خلاص، يعني وما في أحد ما في وريث بعده يحرك البضاعة ويحرك التجارة عادي أكيد بتوقف. فإيش اللي صار كده؟ تقفلت الدكاكين أبوي الله يرحمه وتوقفت التجارة، وحتى يمكن كان عليهم ديون، فكانت أمي اشتغلت مظبوط يعني على ماكينة الخياطة، كانت تخيط التوب التياب ب10 ريال، توب سعودي كامل. هذا عذاب، عذاب اللضم. أنا اللي كنت ألضم لأمي الإبرة. يا بنت لا تفشنيني قدام الناس.